إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تيفي، أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. يعني كنت واجدو في قاع المغطاة CMC معروفة في مدينة الدار البيضاء، احتفال بذكرى المسيرة الخضراء المضفرة اللي من طرف لاحظوا معايا أبطال ديال رياضة البينج بونغ. بينج بونغ على شكل لعبة كرة التنس. شاهدوا معايا، غادي نعطيكم نقربكم من الصورة أكثر. هاد الرياضة أكيد اللي بدات كتنتشر في المغرب، وبدينا كنحصلوا فيها نتائج جيدة. أكيد كنعرفوا بأن هاد اللعبة هي آسيوية، لعبة آسيوية بامتياز. لاحظوا كتعتمد على المضربين، يعني لاحظوا المضربين، لاحظوا الكره اللي لعبه على شكل ريشه. لاحظوا معايا على شكل ريشه، لان انتهاء الوقت الاصلي. تحيه ما بين اللاعبين، الروح الرياضيه حاضره، الروح الرياضيه حاضره ما بين هاد اللاعبين هادو. لاحظوا معايا عديد الابطال كنذكروا بانه هذا اللقاء. لاحظوا معايا كاين اسيويات، انا غادي نقرب، هما كاينين اسيويات، يعني اسيويات. يعني كما قلت هذه الرياضه كما قلت هي رياضه اسيويه. حضور لاحظوا معايا هاد الشخصية، شكون اللي فيكم تعرف على هاد الشخصية هادي؟ هذا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد سابقا، هو عبد اللطيف الطاطري. أكيد الناس الرياضيين غادي يتعرفوا على هاد الشخصية هادي. عبد اللطيف الطاطري كذلك حاضر، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، مسؤولين من مجلس المدينة، كذلك بعض المستشارين. اذا ركزوا معايا على الشخصيه هذه اللي اعطت شيء الكثير لكره اليد المغربيه، اعطتنا ابطال كثار. كنذكروا محمد بن راجع، كنذكروا الاخوان البوحديوي، كنذكروا العديد من الاسماء اللامعه اللي برزات في كره اليد. وكانت انذاك كان عندنا منتخب، كانت الرابطة البيضاوية، الرابطة البيضاوية اللي كانت تصول وتجول في كرة اليد على المستوى الوطني، وكذلك المشاركات الإفريقية. إذا ما عرفتش، أنا غادي نحاول أنني ناخذ هذا السيد هذا، لأنه ما عرفتش حاليا المآل ديالو في كين، ما عرفتش. أنا تفاجأت من اللي لقيته كين هنا، أنا تفاجأت من اللي لقيته كين هنا. الطيف الطاطبي نلاحظوا معايا اللاعبين ديال رياضه البينك بونغ. شاهدوا معايا عديد من الاطفال في رياضه البينك بونغ، كذلك لاحظوا وجود حتى المحلل او حكم المحلل في قناه الشعب، قناه شوف تيفي، الاخ منير مبروك اللي كنلاحظوا كذلك حتى هو كيتواجد معنا هنا حاليا.
لاحظوا معايا طريقة لعب هذه الرياضة هذه كتبان يعني صعبة نوعا ما، لأنه باش تحكم في هذه الريشة يعني الوزن ديالها يعني غرامات معدودة. أكيد لاحظوا هي هذه يعني غرامات معدودة، شاهدوا الطريقة باش كيلعبوا الوليدات. وكيف ما قلت لكم كيستعنوا حاليا بمؤطرات اسيويات، مؤطرات اسيويات كيستعنوا بهم لتأطير وتكوين مدربين في هذه الرياضه هذه. يعني ما استغربوش الى غدا او بعد غدا لقينا ابطال عندنا عالميين مغاربه في هذه الرياضه هذه، فما استغربوش. اذا كاين عمل قاعدي، كاين عمل قاعدي من طرف المسؤولين يعني لتطوير هذه اللعبه، لعبه البينك بونغ بالمغرب. غير الاسم ديالها فاكيد الاسم ديالها كيعطينا بانه رياضه اسيويه، البينك بونغ. إذا ما تمشوش بعيد مشاهدينا الأوفياء، ما تمشوش بعيد، غادي نرجعوا لكم، غادي نحاولوا ناخذوا تصريح ديال عبد اللطيف الطاطبي الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة اليد. بغينا نعرفوا غير يعني هذا السيد هذا وهاد ما غاديش نقولوا موهبة ولكن غنقولوا كنز، لأنه بالفعل هذا السيد هذا كانت كرة اليد في العهد ديالو كانت مزدهرة بشكل كبير، وأكيد الجيل الذهبي ولا حتى الإنترنت راه موجود حاليا، راه كل شيء ولا موجود. الناس اللي بغات تعرف هذا السيد هذا فأكيد إذا بحثت عليه غتلقى في العهد ديالو بكل صراحة كانت كرة اليد كانت مزدهرة بشكل كبير بزاف. كنا كنشوفوا الكوكب المراكشي، التنافس كان كبير ما بين الرابطة البيضاوية، النادي المكناسي، يعني العديد من الفروق اللي كانت تصول وتجول آنذاك على المستوى الإفريقي وكذلك المستوى الوطني. إذا غادي نرجع لكم كما قلت لكم بعد قليل، ما تمشوش بعيد، انتظرونا.